كل شيء بدرجة ماشي والجايب عليه 3 درجات غير الناس اللي خدت بونص هنديكم 15 بعد ما عبادنا درجة 15 طيب ركز كده مع بعض النهارده ان شاء الله اخر سيكشن هنعمل ايه بقى السيكشن دوت نحاول على قد ما نقدر نبص على الامتحانات هنشوف نجيب افكار كده من الامتحانات عن السنين اللي فاتت ونتكلم على اخر شيت اخر شيت عندنا اللي هو المسائل اللي هي السيمتريك تمام كده وقبل ما اقول المسائل السيمتريك في مساله كده جت في الامتحان هي ضربه هي جايه في الشيت وفي الامتحان في نفس الوقت يعني هي موجوده في الامتحانات الامتحانات القديمه جت في امتحانين ثلاثه قبل كده وموجوده في الشيت عندكم اللي هي المسألة دي. لو أنا عندي مسألة كده. هنا رولر. عليها هنا 5 طن. بقول لك 5 طن دي هو الرولر. إيس المسافة دي. هنقسمها دي 2 متر ودي 4 ودي 2 متر والتانية دي 3 ودي 4 طيب المسألة دي هنتناقش كده فيها سوا احنا مش هنخلصها من الآخر هو دايما بتيجي في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك كون لي الايكويشن بتاعت الستاتس معادله بتاعت الستاتس يعني ايه كون لي معادله بتاعت الستاتس سواء عايز تحل خالص المعادله بتقول ايه؟ بتقول بي اكسترنال هتساوي بي فيكسد زائد ايه؟ زائد الاس من ايه؟ من يو يعني دايما جت في كذا امتحان لان المسافه طويله لا الاكسس طويله هو بس عايز كل الترمات ديت تجيبها او بعد كده ترمات الحل هيبقى هايل صح؟ هتجيب اليو تقعد تعوض تجيب المومنت تكمله سهله بس الفكره بقى في تكوينهم نفسهم طيب المساله دي لما نيجي نبص لها فيها كام ديتيل في الامتحان بقى؟ تعالى نعدهم كلهم ونيجي نشوف انا اقدر اشيل ايه واقدر واقدر ايه اللي ما اقدرش اشيله خالص في حاجه ما اعرفش اشيلها في حاجه ما اعرفش تعالى الاول ناخد الحته الديترمنت نحذفها خالص زي ما احنا متعودين يبقى هشيل الخمسه بص في خمسه وعلى مسافه ثلاثه ودي تعمل مومنت كام على النقطه دي 15 اشيل كده دي يبقى اذا اللي موجود هنا هيبقى خمسه وايه؟ و15 اذا انا عندي هنا خمسه وعندي هنا كام؟ 15 كام بقى دي كيس الفريدم عندي؟ وبالمناسبه بالمناسبه المساله دي تختلف عن دي نفس المسألة هي هي بالظبط بس تحت بيمشي الموضوع هيختلف الموضوع هيختلف حل المسألة دي هيختلف عن حل المسألة دي طيب هديك معلومة برضه فتعالى عندي كده كلهم وبعد كده نقول نقدر نشيل مين كلهم يبقى عندي هنا واحد دوران اثنين وعندي هنا ثلاثة يبقى المجموع كام؟ خمسة كده أنا مش هحل خمسة طيب هو قال لي نجلكت نجلكت اكسيال انفورميشن نجلكت الاكسيال انفورميشن هنعمل ايه بقى؟ اولا اصلا من غير ما يقول نجلكت الاكسيال انفورميشن من غير ما يقول حتى نجلكت الاكسيال انفورميشن في اثنين تحت دول يتشال في عندي هنا يو ومومنت وفي ثلاثه هنا الثلاثه دول اصلا من غير ما يقول كلمه نيجلكت الاكسس انفورميشن انا هشيل الاثنين اللي تحت ليه؟ لان الرياكشن النقطه بصفر فانا مش محتاج الحركه الكوبايه دي لان انا عارف ان الرياكشن النقطه بكام؟ بصفر وعارف ان المومنت بكام؟ المومنت بصفر يبقى انا كمان مش محتاج دي.
يبقى اصبح عندي هنا كام؟ هنا 3. هو قال ان الكيك بس مش هشيل ايه؟ دي اكس. يبقى اشيل اكس بس ويبقى لي ايه بقى؟ هيبقى لي 2 يو 1 وعندي كام؟ يو 2 توافق. وشيل الافقيه. بالظبط كده. طب لو كانت دي؟ لو كانت دي؟ وشيل هنا ايه؟ ده هنا ايه؟ ده هنا ايه؟ ها؟ يبقى مومنت بس صح؟ كويس جدا. لاني لو انا عندي ده كده ودي رولر تحت وهنا في رولر تحت هنا، لو انت دوست هنا حتى لو ده ريجن هيحصل له ايه؟ هيتفرد. معنى كلمه انه هيتفرد يعني النقطه دي هتنزل ايه؟ راس. تخيل ان انا بدوس هنا ودي بتتحرك اهو، يبقى النقطه دي هتتزحلق فدي تنزل معايا. انما هنا انت بتدوس راسي دي ما بتتزحلقش، فبالتالي هي منع كمان الحركه الراسيه. يبقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تعمل حركه راسيه ان يكون في ايه؟ الممبر بيقدر بيقصر بيقصر ويقدر، صح كده؟ وهو قال لي كيك اكس انفورميشن، فعشان كده انا ممكن اعمل ايه؟ هاخد يو واحده بس. هنا ما اقدرش احمل اليو واحد. يعني حتى لو الاثنين دول ريجن وهنا في هنا رول تحت هيحصل ايه؟ الاقي ان ده بيتفرد كده ودي بتنزل حتى لو ريجن. النقطه الرأسية دي هتتحرك راسي، حتى لو ريجن النقطه دي هتتحرك ايه؟ راسي. بس الافق انا اقدر ايه؟ اقدر احملها. طيب تعالى بقى نشوف حل المسألة ده ازاي. حل المسألة البي اكسترنال مفيش فيه مشكلة، كام وكام؟ البي فيكسد كام وكام؟ الاس بقى هو الشغل كله على الاس ستيفنس ماتريكس. انا عندي دي واحد ودي كام؟ يو 2. يبقى البي اكسترنال هو كام؟ ما كانش فيها احكام تاني. كام؟ ناقص 5. ال 15 دي عكس اليو صح ولا معاها؟ عكسها. تبقى ناقص 15. البي فيكسد، البي فيكسد انك هتعمل ايه؟ هتخلي السيستم ده كده والسيستم ده كده. وانا بقول لك ان ما عملوش احمال اصلا. هل يبقى في فيكسد فورسز كده ولا مفيش؟ ما هو على طول ما فيش احمال. على طول ما فيش احمال. اصلا اللي تعمل في الاكسترنال دايما هم ما بنخش في الفيكسد، ما بنخش في ايه؟ في الفيكسد. فخلاص لو انت خدت ال 5 و 15 هيبقى حاجه؟ مش هيبقى حاجه. لو كان مثلا مفيش يو واحد وبعدين اقفل تقريبا لو ايه؟ لو ايه؟ لو مفيش يو واحد؟ ما هو كده تبقى دي ميزو، دي ميزو في ميزو واحده بس. ايوه. كنت هاخد ال 15 ناقص 15 بس. ايوه. ال 5 ولا تخش معاك في الموضوع اصلا خالص. خش في الالتزام بعد كده. وانا بحسب النورمال فورس في الاخر خالص بعد بس البيندي مومنت. اه وانا بحسب الرياكشنات بتاعت اللي فوق عكس الخمسه كمان على تحت. لا لا فاهم قصدي؟ يعني انت المفروض انت في الاخر افترض ان ده مثلا الفاينل دلوقتي. هي الحاله اللي انت بتقول فيها دي ان دي هنج. دي الحاله الوحيده اللي انا هاخد فيها ايه؟ مومنت صح كده؟ هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي مومنت هنا ومومنت هنا. فبالتالي هيطلع رياكشن هنا ورياكشن هنا. مثلا ده اللي فوق هو بالشكل كده يبقى ده اللي فوق كده ده اللي تحت وده اللي فوق. تمام؟ هنيجي نعمل الرياكشن ده على دي. يبقى الرياكشن ده هيبقى طالع هنا وما انساش ان انا عندي كمان خمسه اخدها معايا وانا بعمل الاتزان ده، المفروض ان دي زائد دي يساوي دي. مع الاثنين يعني. بالظبط ايوه بالظبط. يعني اخد دي ودي يعني مثلا افترض بطلت في الاخر كانت دي واحد. يبقى واحد وخمسه يبقى ده كام هنا فوق؟ سته. قصدي؟ بس في حالتنا احنا هنعتبر ان الخمسه دي اختفت. ليه؟ لانها دخلت جوه المعادله هنا، استخبت جوه المعادله. اه في الحاله اللي انت بتقوليها دي ان انا هاخد دي ودوران بس لازم اعمل خمسه اتزان في الاخر لان انا ما دخلتش معاك اي حاجه. فاهم قصدي؟ انما في حالتنا احنا دي انا مش محتاج بقى اقول ان في خمسه بره واعمل اتزان لان هي اوريدي دخلت جوه الرياكشنات جوه المومنت. يبقى ده كام هنا الفيكسد؟ قلنا صفر وصفر. اللعبه كلها بقى تحس. هي عندك كام دي بيست دي النقطة الكبيرة دي هيبقى عندها رأس الدوران. أو على الأقل سيبك سن الدوران، الدوران صفر. المهم صفر، الرأس لازم أطلع معاك. في دايما مطلوب بيك في امتحان يقول لك ديفاين سايد المينيموم ديجريز اوف فريدوم.
يعني دايما بيسالك على اقل عدد من الديزي فريكو، بمعنى لو في حته جزء للدرجه لو في تماثل لازم تستفيد منه. فاهم قصدي؟ يعني لما اقول لك حاجه ديزي فريدم مش تقوم كاتب كل ديزي فريدم، لا المينيمم. طب مش هيحصل دي من اللكشر اللي بيكون اللي هو هو اللي بيكون دايما بيقول لي بالاكسل. عشان تبقى سهل في الامتحان تسال فرع المسافه لازم تقفل الاكسل. مينيمم يعني في الحاله الريشد؟ المينيمم هو بيقول ريشد. هو بيقول مينيمم وبعد كده يقول لك اول ممبر ريشد. فاهم قصدي؟ لو ما قالش اول ممبر ريشد يبقى اذا المساله دي مش هتتحل. يبقى هو هيطلب منك عدد ديزي فريدم ومش هيقول لك لا. يبقى كده دي المسألة اللي فين؟ اللي في أول الامتحان، دي اللي في الشابتر الأولاني صح كده؟ أنت ما بتلاقيش أنت بس بتجيب بالنسبة لي. إنما لما يجي في الآخر بقى آخر الامتحان في الجزء اللي إحنا بنعمله دلوقتي لازم يقول لك إيجيبت نفس الإنفورميشن عشان تعرف تحل. كان الماكسيموم هيجي منين يعني؟ أه؟ أه أكيد عمره ما يطلع كده. لو لقيت نفسك بتحل على حاجة أربعة يعني في حاجة غلط. والتلاتة دي احتماليتهم ضعيفة أوي في الامتحان يمكن احتمالية 5% إنك تحل تلات مرات تلات مجاهيل. دايما اتنين. إذا ما جاش أصلاً ضحك عليك لا واحدة بس ما تشوف بالك. وممكن واحد يحل اثنين زي واحد يحل واحدة على فكرة. أه وهيطلع نفس الحل بس ده خد وقت أقوى من ده. ممكن واحد يحل اثنين واحد يحل ثلاثة. ده هيخلص وده هيخلص. وده يخلص في ربع وده يخلص في نص ساعة. طيب الاس بقى هنا إزاي؟ بص بقى عشان هنا في حاجة جديدة عليك أول مرة تشوفها. أنت بتعمل إيه بقى؟ بتقول أنا هحط يو واحد بكام؟ بواحد. قلنا ده عشان نحركه فوق واحد، مين يحرك ده فوق واحد متر؟ ها؟ 12 اي اي على ال اللي هي 4 كام؟ 4 تكعيب، صح كده؟ لو ده 3 المسافه دي 3 متر. وده ودي سيتا. خد بالك بقى من حاجه هنا، ساين سيتا بكام؟ 0.8 وساين سيتا بكام؟ 0.6. اكتب لك كام حاجه هنا بقى دلوقتي او عندي دي هنا في سيتا والطول ده ال وعايز ارتبه 1 ريديان القوه اللي تتكون فيه كام؟ انا لفيت 1 ريديان كام؟ يعني 3 اي اي على ال 3 اي اي على ال مفيش مشكله انا اقصد ايه؟ الدوران ملوش علاقه بالممبر مان لان هو في الاخر دوران تمام كده؟ الرياكشنات بقى الرأسية لازم يتكون هنا رياكشن رأسي نازل ورياكشن رأسي طالع. لو كان الطول ده ال يبقى ده ايه؟ ال على ال ايه؟ ال كوساين سيتا صح كده؟ ال كوساين سيتا تمام كده؟ افتكر الرياكشنات الرأس دي تبقى الرياكشن الرأسي ده هيساوي كام؟ الرياكشن الرأسي ده هتاخد سيجما مومنت هنا صح كده؟ يبقى المفروض ده يتزم مع ده يبقى ده في المسافة دي يساوي كام؟ يساوي المومنت يبقى الرياكشن ده هيساوي 3 اي اي على ال وتقسم تحت على ال ايه؟ كوساين سيتا بحيث كده لو ضربت 3 اي اي على ال في ال كوساين سيتا الديستنس ال كوساين سيتا هيطلع هنا المومنت بكام؟ 3 اي اي على ال. طيب يبقى اذا تبقى دي كام؟ 3 اي اي على ال تربيع كوساين كام؟ كوساين سيتا حلو كده؟ 3 اي اي على ال تربيع كوساين سي ده اول مره تشوف حاجه زي كده. عارف بقى لما اتحرك ده الواحد برضه فوق متر واحد متر فوق المومنت اللي اتكون فيه كام؟ المومنت اللي اتكون فيه كام؟ هو ده نفس الرقم ده لان انت دايما لو تفتكر لما اتحرك راسي بتبقى كام؟ فاكر البيكسل بيكسل لما احرك راسي المومنت كان بيتكون كام؟ 6 اي على ال سكوير صح كده؟ طب ولما كنت بدور كان الرياكشن الراس بيبقى كام؟ 6 اي اي على ال سكوير برضه صح؟ مش ب 4 و2 تجمع 4 و2 يطلع 6 صح؟ مش تجمع 4 و2 مش انا بدور فيكس فيكسل هنا 4 وهنا 2 اجمع 4 و2 يطلع كام؟ 6 تقسم على طول يبقى كام؟ 6 اي اي على ال سكوير صح كده؟ ودايما كنت تلاقي ان الرياكشن في المومنت هو المومنت الحركه الراسيه. عارف المومنت اللي هيتكون هنا كام دلوقتي؟ انت ده طالع لفوق يبقى المومنت هنا اللي هيتكون هنا هو الرياكشن اللي هنا اللي هو 3 اي اي على كام؟ 3 اي اي على ال سكوير بس المره دي على كوساين سيتا. اصلا هي لو كانت عدله لو كانت عدله كان يبقى الرياكشن كام؟ الفيكس انرجي تبقى كام الرياكشن؟ 3 اي اي على ال صح؟ واقسمه على ال يبقى 3 اي اي على ال سكوير. الفرق بقى المره دي لما يبقى مالي يبقى 3 اي اي على ال سكوير مقسوم على كوساين سيتا.
ده الفرق. ماشي؟ ده الفرق. طبعا اللي ما كانش عارف الكلام ده في الامتحان في الغالب ان هو هيعمل اسئله مش مظبوطه، هيعملها بس مش بدقه كبيره. طيب هسألك سؤال، لو ده بقى 3 اي اي على ان سكوير، لو ده 3 اي اي على ان سكوير يبقى الرياكشن ده كام؟ ها؟ نفس ما عملنا هنا، هتاخد المومنت تقسمه على الطول اللي هو ايه كوساين سي، صح كده؟ لحد ما يجي بقى يبقى 3 اي اي على كام؟ على ال تكعيب كوساين تربيع سي، صح؟ انت هتقسم ده على، خلينا نقول ان ده ال كوساين سيتا ده ال. انت بعد كده هتعوض بقى، بعد كده هتعوض، عندك ال ال 5 والكوساين سيتا اللي هي بكام؟ كوين 6، كوساين سيتا كوين 6، صح؟ يبقى انت تعرف ايه؟ تعرف الترم ده كله. يبقى الرياكشن الراس اللي هنا ده كام؟ 3 اي اي على ال تكعيب كوساين تربيع سي. فرق المرور يا جماعه اللي ظهر الكوساين تحت انك بدل ما بتقسم على ال بتقسم على ال كوساين سي، لان الاثبات الديستنس ما بين التو رياكشن الراسيين بقى مين؟ ال كوساين سي. فبدل ما يبقى 3 اي على ال بقى 3 اي على ال تربيع، لا تزيد تحت كوساين سي، لان بتقسم على ال كوساين سي. هي هي نفس القوانين على فكره. لو تفتكر حد فاكر كان ده كام؟ لو كان دي فيكس هنج العدله كانت تبقى ده كام؟ حد يرد عليا 3 اي اي على ال تكعيب، صح كده؟ لو اوف بي يبقى السيتا بكام؟ صفر، صح كده؟ يبقى كوساين صفر. واحد تطلع هي هي ولا لا؟ تطلع هي هي. تمام؟ طيب هسألك سؤال بقى، المومنت اللي اتكون هنا، تعالى نرجع لدي بقى. حد فاكر؟ كان ده لو ده نازل يبقى ده، لو ده طالع يبقى ده نازل كام؟ ها؟ 6 اي اي على ال سكوير، ال سكوير دي يعني كام؟ 4 سكوير. طيب حد بقى يقدر يقول لي اس 1 بكام؟ اس 1 بكام؟ ها؟ اس 1 قوة اتجاه واحد اللي هي حركة اتجاه واحد. يبقى مين في اتجاه واحد؟ عند 12 اي ار على 4 تكعيب زائد 3 اي اي على، تعال عوض بقى ال بكام؟ 5 تربيع وكوساين 6 بكام؟ 0.8. انا مديك هنا اي اي، لو انا مش مدي جي اي هتفرضها طالما مفيش سبرنجات فالمسافه كلها هتبقى فانكشن في ايه؟ اي اي. فالمفترض ان انا هطير، يبقى انا هفرضها بكام؟ بواحد. فتعالى نقول اسيوم اي اي بكام؟ بواحد. مش دي القضيه دلوقتي. اس كام بقى عندي؟ اس 2 1 يساوي كام؟ ها؟ مين الموجب في دول؟ اللي هو ده صح كده؟ لا ده الموجب، ده الموجب. يبقى 3 اي اي. انا اصلا ده المفروض ان اخد الاكشن ده قيمه دي. يبقى دي 5 تكعيب دي تربيع، المفروض اخد ده يا جماعه. لو انا اس 1 انا اخدت ده المومنت. المومنت بقى هيبقى ده 3 اي اي على 5 تربيع في 0.8 زائد او ناقص بقى الرقم اللي هنا ده اللي هو 3 6 اي اي على كام؟ على 4 تربيع. كوزاين هنا كوين 6 مظبوط، هنا كوين 6 كوزاين 10. طيب لو عايز بقى اجيب امسح خلاص مفيش، لا تعالى نكتب الناحيه الثانيه. المرة دي هعمل ايه بقى عشان اجيب اس 2 1 اس 2 2؟ احط ايه؟ ها؟ احط يو 2 1 دي تلف الدوران واحد تطلع كام المومنت هنا؟ 3 اي اي على كام؟ على 5 صح كده؟ 3 اي اي على 5. لو ده نازل هيبقى مع واحد طالع اللي احنا كنا لسه عاملينها هنا 3 اي اي على 5 تربيع مضروب في كوساين سيتا اللي هو كام؟ 0.6. يبقى جبت ايه؟ جبت الرياكشن الراس ده وجبت المومنت. طيب من هنا لو غيرت دي، قلت لو غيرت دي واحد بواحد يطلع كام دوت؟ ها 4 تي اي على ال اللي هو 4
ويطلع منزل معايا رياكشن نازل لتحت مقداره كام؟ 6 اي اي على 4 ايه؟ 4 تلوين. حد يقدر يقول لي دلوقتي اس 2 1 بتساوي ايه؟ او اس 1 2 بقى. اس 1 2. اس 1 2. اس 1 2 اللي هي القوه الرئيسيه اللي نتجت دلوقتي. اللي هي اكيد انت عملت حركه دي. تطلع كام؟ 3 اي اي على 5 تربيع من 6 ناقص 6 اي اي على 4 تربيع. بص كده الجيم دي هي هي ولا لا؟ هي هي. يبقى انت كده تشيك على نفسك انت شغال مظبوط. لان اس 1 2 هي نفسها اس 2 1 اللي احنا جبناها قبل. شغل بس. ايوه هو ايه فرق الفريم ده والقديم اللي انت عملته؟ فريم ايه؟ يعني ده فريم عادي ولا في حاجه جديده؟ لا الجديد ان الجيم ويبر مالي المره دي. بس كده. دي حاجه جديده. هو كل حاجه بس المره دي في ميمبر مان فظهرت السيتا تحت ظهر كوزاين سيتا تحت هنا زي ما انت شايف مره تبقى كوزاين سيتا ومره تبقى كوزاين تربيع سيتا هو كل اللي تحت لازم ال اسمان لازم تاخد اسمان المان في الار اه بالظبط هو هنا في اكس 1 1 اكس 2 1 بتعامل مع مثلا اللي هي بتاعت اللي هي واحد برضه اشتغل عليها مثلا الكونكشن بتاعت اللي هو دول اه بالظبط اه وهنا وهي العكس دوران مش في راسي كده الدوران بقى هنا الـ S22 بكام؟ S22 بيساوي الدوران ده كام هنا؟ قلنا 4 EI على 4 زائد 3 EI على كام؟ على 5. أنا تاني قلت لكم قبل كده إن لازم S1 واحد و S22 أي حاجة 1 واحد 2 تاني قلت لها قبل كده 1 واحد 2 2 3 3 لازم يبقى كلهم مجابين ولازم يبقى كله جمع. فأنت أوتوماتيك ما تشغلش دماغك انت بتجمع واحد واحد او اثنين اثنين هو جاي موجب 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 على طول ما تشغلش دماغك اتجاهه ايه لان عمره هيطلع سالب يعني القوه بتطلع في اتجاه الحركه اللي بتعملها واحد واحد معناه ايه؟ القوه اللي طلعت في الاتجاه دوت بتيجي تتحرك في الاتجاه ده فلازم يبقى في نفس الاتجاه يعني كلهم موجب كده جبنا الماتريكس دي ولا ما جبناهاش كده؟ ها؟ جبنا دي ولا ما جبناهاش؟ واحد اثنين اثنين واحد اثنين ده كان المطلوب في الامتحان كان عليه 12 درجه ماشي ده كان مطلوب عليه 12 درجه المفروض ان انا ما اخدش نص صفحه او صفحه غير نص صفحه ماشي في نفس الامتحان ده سؤال ثاني كان عليه 24 درجه ودايما الجزء ده بيطلع حوالي 36 درجه في الامتحان 36 38 درجه جزء دكتور حسين برضه بيطلع حوالي 38 وتيجي تجمعهم في اليوم 76 78 درجه ودي كمان درجات زياده ماشي هما مسالتين يجيبوا نص الامتحان. السؤال هنا كان قايل السؤال كان قايل اول حاجه ديفاين مينيموم ديجيز اوف فريدم اللي هما الاثنين اللي قلناهم. ده كان عليه اربع درجات من ال 12. يعني تقول المينيموم ديجيز اوف فريدم. الثمان درجات الباقيين بيقول لك كون الستيفنس ايكويشن. كون الستيفنس ايكويشن. طبعا الناس اللي هتقعد تحل وتجيب المومنتس بتضيع وقت. ماشي؟ جاوب على هذا السؤال. ماشي؟ جاوب على هذا السؤال. هو بيقول لك انا عايز الستيفنس ايكويشن. ولا عايز الريموف ولا عايز المومنت ولا عايز الشيل ولا عايز المومنت عايز الستيفنس ايكويشن اقرا السؤال كويس كده المساله دي خلصت ماشي في نفس الامتحان جاب مسألة الناس دايما بتخاف منها وفي الآخر بتطلع حاجة هايفة جدا. Thank you.
ايه ده؟
زي كل كده بقى كده اللي يشيل البوينت ايه؟ اللي يشيل البوينت ما انا هقول لك انا بقى كده خلينا مع بعض كده يبقى اذا النص الجزء النص ده ايه؟ اكنه مش موجود واحده واحده يبقى اذا النقطه دي اسالك سؤال هنا لو جيت حصل ديفورميشن هنا فاكر الموضوع ده؟ ها في سيتا ولا مفيش؟ ها لا في دوران بيحصل ولا المماس هنا ايه؟ المماس بتاع الريفليكشن هنا ايه؟ اوبر صح كده؟ طيب انا هسالك سؤال ايه السبورت اللي بيمنع الحركه الافقيه والراسيه ويكون عنده مومنت؟ فيكس 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 بالظبط يبقى دي كده ايه؟ يبقى النقطه دي فيكس حلو كده؟ انقل الاربعه دي اربعه هنا ومعاها مومنت كام؟ اربعه في 8 صح كده؟ وانزل راسي وامشي بافقي نفس الحركه بالظبط هنعملها هنا صح؟ لان ده النقطه دي ما بتتحركش افقي ولا بتتحرك راسي وعندها مومنت اللي هي النقطه اليمين دي صح ولا ايه عندها صح ولا تتحرك افقي ولا راسي يبقى ايه السبورت اللي يكون عندها فيكسي يبقى ده فيكسي تعالى بقى ننزل تحت هنا يبقى ده ايه رولر حلو قوي الثلاثه دي هتنقلها هنا اكسيال ملوش لازمه الاكسيال لان انا عايز ارسم دي عايز ارسم المومنت يبقى في هنا في النص كام في هنا في النص اللي هو 3 في 1 ب 3 وفي المسافات دي بقى اللي هي 2 ودي كام 2 ودي كام 4 المسافه دي كام هنا واحد أربعة واحد بس تعالى طبعا طبعا ما تنساش الأحمال اللي هنا أربعة إحنا عملنا سوا دي المرة اللي فاتت لما يكون في اتنين ومعاهم واحد عملناها لما سوينا الأريا بوست في الأريا النيجاتيف هي المسألة خلصت ليه؟ كم ميزو فينا بقى؟ اهمل هنا الافقي والدوران لان هنا هما اثنين يوم هنا ويوم هنا سيبك من دي دي عندها الاكشن بسيف والمومنت بسيف دي مش هنهملها هنا هنا دي واحد يو واحد دي كام؟ يو اثنين بس معلش ده يو ده مسألة بتديك ديزل فيلم مسألة صعبة عشان تتحل انت عامل فيكس بقى ايه؟ انت عامل قرار ان انت حولها فيكس كده امتى مين؟ امتى اقدر اقول ان انا اقدر احولها فيكس سبورت كده هنا؟ انا هسألك سؤال النقطة دي هي دي ولا لا؟ تمام لما تيجي التماثل انا هاخد النقطة اللي ناحية اليمين زي ما انا عملت هنا السؤال الثاني النقطة دي عندها مومنت صح؟ تمام ممنوع تتحرك فوق وراس ايه السبورت اللي ممكن احطه هنا يعمل الحركة دي؟ شوف مهندس ممكن يجي بقى مثلا على بس خلصت المسألة دي صعبة دي تتعمل؟ دي صعبة تتعمل؟ نعملها سوا ولا صعبة؟ سهل ناخد أفكار تانية أحسن يا باشمهندس بالكتير لو انت في الامتحان الفاينل ان شاء الله السنه دي لقيت ثلاث ديفيزيون فينر اقعد اتشقلب وشك في نفسك 100 مره دايما يا واحده يا اثنين يا واحده يا اثنين طبعا هو عشان هنا بس لعبت وعمل ستيبس ماتريكس ورسم مومنت جه في المساله اللي بعدها قال لهم بس كمان لي ايه؟ ستيبس بس خد افكار احسن حل دي ساعه يا جماعه انت هتعمل هنا فيكس فيكس وهنا فيكس فيكس وتجيب الفيكس اند مومنت طيب هو هيبقى بيستخدم الدايركت بس باشمهندس هي بس في حته صغيره انت عارف تعمل دي ولا لا؟ عشان انا متاكد انك تعرف تعمل كل حاجه هنا بس انا حاسس انك مش هتعرف تعمل يعني خليني اقول هو هي هتمشي ازاي خليني اقول لك السيناريو ماشي ازاي انا متاكد ان مفيش اي مشكله هتقابلك هنا المومنت هتعرفه بص هنا المومنت هتعرفه في السكشن اللي فات وهنا المومنت بصفر وبصفر لان مفيش احمال وهنا المومنت ده بيلس كورد على 12 وده بيلس كورد على 12 مفيش مشكله خالص. وهنا بقى هي هنا بقى الشغل هنا. ده كام بقى؟ حد عارف الرول دي؟ فيكس ايه؟ فيكس ايه؟ لا باشمهندس بره لوحدها بعد كده اشيل منها المومنت. هو احنا ممكن لا فيكس الاول. هو المومنت اللي عند الفيكس هو بيلف اتجاهه برضه.
خليها فيكس فيكس الاول بعد كده شيل منها. طب زي ما باشمهندس مايل ساعات فيكس فيكس عليها ام، يبقى ده ام على 2 ام على 4 وده كام؟ احنا هنوصل لرول دلوقتي، هنوصل لقاعده ممكن نحفظها بعد كده. هنجمع عليها حاله فيكس فيكس عليها هنا ام على 4 بس العكس، وهنا طب ده ام على 4 اللي في الناحيه الثانيه كام؟ ام على كام؟ على 8. يبقى اذا لو جمعت دول يبقى دول مجموعهم كام؟ سين. ده مجموعهم كام؟ ايوه. لو انا عندي بقى ام هنا ام على 4 ناقص ام على 8 يبقى ام على كام؟ على 8. يبقى نفس القانون اللي انت حافظه بس هو بقى ام على 4 لو فيكس تنجل عليه فيكس تنجل مومنت في النص يبقى مومنت اللي هنا ده ام على 8 في نفس الاتجاه بدل ام على 4 نفس الاتجاه بيلف معاك في نفس الاتجاه ماشي؟ بيلف معاك في نفس الاتجاه ايه اسباب ليها ده يطلع كام؟ ام على 8 ممكن تحفظها بقى ام على 8 بس عايز ال عايز ما تقولش استلم ال 8 بقى انت استلم المومنت اللي هيطلع هنا ما انت في مومنت هيطلع هنا عندك في فاهم قصدي؟ انت بقى ساعتها هتقول ان انا عندي الرياكشن ده هو مجموع ده وده اللي هو ام زائد 3 على طول ام من ده هتقسم المومنت هنا ومن ده الرياكشن ده هيبقى ام نفسه ده تقسم المومنت زي ما عملنا المره اللي فاتت هي بس الفاينل بقى بس مفيش ام لا مفيش رياكشن كده اصلا مفيش رياكشن اه رول لا بس لا خش هو مش هيبقى في رياكشن فعلا هنا هو اللي هيحصل انك هتلاقي هتلاقي هنا هيتكوز هنا ممكن هتلاقي الممكن ده هيتكسر مع بعض هتلاقي الممكن ده هيتكسر مع بعض خالص يعني هتلاقي ده هيتكسر مع ده عشان ما تبقاش محتاج رياكشن هنا يعني ممكن هيطلع ثلاثة هيطلع هنا بس مفيش هنا رياكشن هيطلع هنا ثلاثة يعني في الاخر اصلا المومنت هيطلع هنا ثلاثة. هو السؤال اللي معاك ايه؟ لا في ايه معنى؟ في ايه معنى؟ مش المفروض هيصور؟ لا كنت معاك في الاتزان هنا الحته دي. كويس ممتاز. ايه؟ الثلاثة دي انا ديت ايه؟ الثلاثة الثانية مش في ثلاثة وفي ثلاثة جماعة ما هي
ايوه الثانيه بقى اللي هي يا مش قصدي على دي برضه يا باشمهندس، برضه في ثلاثة ثانية يعني. ايوه بص ايوه اتحرك كده شوية بس كده. دي طيارة دي. دي طيارة دي. مفيش مهم. أنا خد بالك من حاجة أنا أسمع. لا أنا لما جبت الأجزاء اللي هنا دي أنا صرفتها. فاهم حضرتك بس أنا قصدي إن هي الرسمة هتترسم برضه. الرسمة؟ تترسم عادي. تترسم. أنت بتتكلم في الرسم في النهاية. هتقول إن هنا في ثلاثة خلاص مش عارف اسمها أه يعني. ايوه عارفين انا ليه عملت كده؟ ليه عملت الحركه دي؟ لانك وانت بتجيب الستيفنس ماتريكس بتاع الممبر ده لما تيجي تدوره مش هيبدا اي حاجه. ليه؟ لان هو هيدور معاك لما تيجي تدوره هيدور معاك زي ما هو. فاهم قصدي؟ تيجي تدور كده ليفل، تيجي تدور واحد ليفل، صح؟ وانت بتعمل اليو بيساوي واحد ده ما يديش مومنت اصلا. ليه؟ هيدي مومنت ازاي وهو ما فيش حاجه بتقاوم هنا؟ يعني مين هيقاوم المومنت اللي هيتكون هنا؟ فاهمين قصدي؟ يعني وانت بتدور الميكسد وتحت رولر وانت بتدور بواحد ريديان ما فيش حاجه بتتكون اصلا. ايوه هيصفر. فاهم قصدي؟ كان هيصفر. فحتى لو انت كنت اشتغلت يا جماعه بالطريقه الاولانيه اللي انا قلتها كنت هتلاقي نفسك بتضرب الرقم اللي طالع بصفر فكانت هتفضل الثلاثه زي ما هي كده. بمعنى ايه؟ هفترض ان واحد ما عملش الحل ده كده. خلينا نرجع للقديم. كان واحد كده سايبها كده. اهو على الوضع ده. انت اصلا وانت بتعمل الاستيفنس المومنت ده بزيرو وانت بتعمل الاستيفنس. في الاخر في التجميع في الاخر هتقول ايه؟ يبقى اذا الام النهائيه بتساوي الام فيكسد زائد صفر في يو فيفضل الام هو ايه؟ هو الام فيكسد اللي هي نفسها كام؟ اللي هي نفسها الثلاثه اللي انت خدتها هنا اللي هي نقلتها فوق بي زي ما عملنا. تمام؟ ايه؟ بس خلي بالكم بقى ام على 8 دي مش تبقى بارد هنا الا لو ده هنج. لو ده كان هنج كانت تبقى ام على 8 زي ما انا خدت بالي دلوقتي معاك. لو دي انش بتدي ايه مع 8 انما لو دي رولر مش تبقى ايه مع 8 الام دي تبقى نفسها هي هي الام اللي ايه؟ الام اللي فوق. السؤال اسمه ايه؟ الام دي في صح؟ ايه؟ هي لها الام دي في بالظبط هي في الاخر حاجه الام دي في الفكره انا بقول حاجه الفكره ممكن واحد بما ان دي رولر فما فيش رياكشن هوك هنا المومنت زي كله هنا واحد. فاهم قصدي؟ فممكن انقل الرولر دي هنا. انا افضل ده. احط هنا كام؟ ثلاثة. خد بالكم بقى خد بالكم من حاجة. خد بالك من حاجة. وأنت بتعمل البي اكسترنال هيبقى عندك هنا مومنت اللي هو كام؟ 4 في 2 ب 8 وأنت بتعمل بي اكسترنال يبقى عندك مومنت أهو ومومنت أهو. اخلص منهم في البي اكسترنال. بعد كده بالظبط. بعد كده وأنت بتعمل بي فيكس هم مش معاك بقى خلاص. وأنت بتعمل بي فيكس أنت خدتهم في البي اكسترنال. عايز يقول مني مومنت بس مش عايز نقول الكورس ده كده. مش عايز يقول مني مومنت بس. عايز اوصل عايز اعمل كده اهم حاجه بس اهم معلومه نطلع بيها دلوقتي. موضوع الام على 8 ده ما يروحش غير لو هنج بس. لو رولر زي المساله دي كده يروح زي ما هو الام زي ما هو. يعني مش هيديك اكشن مهندس مش لو خدت السبورت اللي تحت دي هنج مش هيبقى فيه اكشن كده. لو ايه؟ لو السبورت بدل ما يقول لك خليها هنج. لو ده هنج كده كده مش هيبقى فيه سبورت. لو ده هنج شبكه فرصه اصلا. لا لو ده هنج مش هيبقى فيه فرصه كده. ما هو مفيش. لا في. مفيش في المساله. فاكر فريم اكشن؟ فاكر المساله دي؟ بيطلع عليها فرصه جانبيه كده مفيش. رمى الاثنين على مستوى بعض ما فيش فرصه. لا فين؟ انت بتدوس من فوق الفريم ده عايز يفتح. عايز يفتح اللي هو بنعمل فريم اكشن يعني ايه؟ عايز يفتح خلاص. بالتالي يبقى فيه قوتين وحاجتين. فلو ده هنج لا هيبقى فيه قوه هنا وعكسها هنا. مش هيبقى فيه حاجه على الحكم التماسي ده. مهندس مش حته بقى الام على 8 دي على حسب اتجاه هو ضرب الماتش ده. على حسب اتجاه ايه؟ يعني كده طبعا طبعا طبعا. لو الرولر ده
عامل كده عادي بقى. لما 8 ليه؟ لان صارت قوه حقوقيه تختزل معها